هوروسكوب هوروسكوب مع داليا برعايه جوزيف معلوف وفير سبا استيتيك. بونجور. برج الحمل، وظف جميع الفرص لتسهيل امورك المهنيه، فالبدايه سهله وبتمهد ليوم مشرق ومتالق. بانتظارك غرام من نوع اخر، حيث بتعبر عن مشاعرك بطريقه كتير رائعه. برج الثور، بيحاول البعض وضع العصي بالدواليب، فبينصحك الفلك بعدم الوثوق بمين ما كان. تحتفل بمناسبة وبتفرح فيها كتير، وبيكون الحب والغرام عنوان يومك. برج الجوزاء، بتقوم بصرف الأموال بطريقة عشوائية دون أي حسابات. انتبه يا عزيزي، وتذكر المثل القائل على قد بساطك مد إجريك. بتعيد النظر بطريقة جدية بعلاقتك العاطفية، والسبب بيعود لتصرفات الشريك اللي غيرت نظرتك فيه. برج السرطان، تتبنى أفكار جديدة وبتفرح لجانب الزملاء، وبتحصل على مساعدة مالية ومعنوية. ببادلك الشريك أجمل كلمات الحب والمشاعر الصادقة، وأنت بدورك بتعطي أفضل ما عندك، ما بينخاف عليك. برج الأسد، بتبرهن عن واقعية وعقلانية بقراراتك وتوجهاتك، وبتحصل على أعجاب اللي حولك. تهتم بقضايا مفاجئة كزواج، ولادة أو رومانسية، وبتعيش تجارب كتير غنية. برج العذراء، بعده الجو الإيجابي مسيطر، وبعدك عم تتمتع بدعم هام من الفلك، وبتظهر كلاعب ماهر ومتفوق بمجال اختصاصك. أما من الناحية العاطفية، فبتحصل على اللي بتريده، وبيكون الارتياح التقدم بالعلاقة والمصالحة هن أسس لعلاقتك بالحبيب. برج الميزان، بتعمل بجدية ونظام، وبتبرع بإدارة الأعمال وحتى التنظيم، وما في أي أمر بيهدد نجاحك، وما حدا بيوقف بيواجه تقدمك. تعبق سما حبك ببعض الغيوم اللي بتخلي الأجواء مكهربة، وبيكون المطلوب منك تهدئة الأمور. برج العقرب، تفرح وبتفتخر بكل الإنجازات اللي عم بتقدمها على الصعيد المهني، وبتمشي مرفوع الراس. استغل هالفترة بالذات لأنه الحظوظ كلها معك. ما بتختلف الناحية القلبية عن الناحية المهنية، فالارتياح النجومية والأضواء بتكون هي سيدة الموقف للعازب والمرتبط من مواليد برج العقرب. برج القوس، تدحض الشائعات وبترفع معنوياتك، وما بتقلق، فأنت قادر على إنجاز كل الأمور اللي ما أنهيتها بالأسابيع الأخيرة. كأنك محتار شو بدك تعمل لتكسر الروتين المسيطر على حياتك العاطفية. إيه بسيطة، غدا، عشاء، أو حتى سهرة مع بعض الزينة والورود بيرطبوا الأجواء. برج الجدي، ما تخجل ولا تخاف من الحياة، بل تخلى من الباب الواسع وعلى مرأة من الجميع، وبتلاقي الترحيب وبتقدم على خطوات جديدة. بتزعجك غيرة الحبيب عليك، ولكن تذكر أنه الغيرة المقبولة هي تعبير عن الحب والاهتمام تجاه الطرف الآخر، ولكن كل شي بيزيد عن حده مزعج. برج الدلو، بتلمس تحسن وتقدم على جميع الأصعدة، وبتظهر تطورات مثمرة بتسهل عملية الحوار، النقاش والتواصل مع المسؤولين. انت اخذ قرار بعدم فتح أبواب النقاش اللي ما له أي نتيجة مع الشريك، وخيرا تفعل، لأنه من غير المفيد انك تضيع وقتك الثمين بالشجار. برج الحوت، بيوصلك عرض مغري، وبتتعرف على أشخاص نافذين، وبتعقد صداقة أو حتى علاقة جيدة مع أحد المسؤولين. بيتحدث الفلك عن فرصة داخل المنزل وقريبة، من الممكن أنها تكون ارتباط، نجاح، أو حتى ولادة طفل. ألف مبروك سلف وعبال العايزين. باي باي. جوزيف معلوف، كوافير سبا استيتيك، 450-934-9888.